حزين إنك فجأة تشوف الموج بيستسلم ويتراجع ويتخلى عن الشط. حزين إنك تشوف الشط عريان من غير غطا. هل من حقي أنا كمان إن استسلم؟ هل من حقي إني أنسى حلم كان بيشاركني فيه ناس ضحوا بحياتهم عشانه؟ بس 6 سنين، يعني الناس اللي بيقول لك احنا البلد تعطلت 18 يوم في ميدان التحرير، احنا قعدنا 6 سنين وما كانش عندنا هذا الطرف اللي في التحرير. انتوا كنتوا عارفين مين العدو بتاعنا؟ نعم. احنا مش عارفين؟ لا احنا معروف. لا 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 ليه؟ تبقى انت متخلف وقاعد بعيد شويه. العدو واضح. شعيانين بناخد ملاليم ومنلاقيش حاجه. ربي عيالنا ازاي؟ منعيش ازاي؟ يا اما بقى ابيع مخدرات يا اما بقى حرامي عشان اربي عيالي. الغربان لسه خايفة ترجع تعشش على الشجر، وكتير من الوشوش الطيبة رجعت لها ملامح قبل الثورة، ملامح الخوف والشك، الشك في إن عصر مبارك انتهى بنهاية حكمه. مع بداية تولي مبارك رئاسة مصر اتولدنا في المدينة اللي يعرفها العالم بقناة السويس، واللي نعرفها احنا بالغربان والموكل.